السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة، وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة. أحبتي في الله، يا ريت تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر، عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن رؤية الولادة في المنام، علامة تدل للمرأة المتزوجة، علامة تدل، ده اللي هنعرفه النهاردة. بس بعد ما نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة للولادة للمرأة المتزوجة، لو شافت في منامها ان هنا بتقوم بعملية الولادة في المنام، هنا بتدل على ايه؟ بتدل على الفرج، بتدل على الخروج من الهموم والمشاكل وضيق الحال اللي كانت هي فيه، بتدل وبتبشر الرائية على تحسن الأحوال المادية والأحوال كمان الصحية، بتدل على إن هنا في تيسير ليها في الأمور في حياتها الزوجية. كمان بتشير ليها بإن لو كان عندها مشاكل بتعاني منها في الفترة السابقة ليها، وبتعاني من مشاكل أو متاعب أو هموم أو أحزان، بتدل هنا الرؤية ليها على البشارة على حل المشاكل، وان هي هتتوفق في حلها، وكمان هتزول الهموم والاحزان اللي كانت محوطها في الفترة السابقة ليها. كمان رؤية الولادة للمرأة المتزوجة لو كانت مريضة، هنا بتدل ليها على الشفاء بأمر الله تعالى. يعني لو كان عندها تعب او كانت مريضة او بتعاني من مرض، بأمر الله تعالى هتشفى من هذا المرض، والله أعلى وأعلم. كمان رؤية الولادة للمرأة المتزوجة، لو شافت إن هي بتوضع أو بتولد، وكان عندها في الفترة السابقة ليها ديت بعض من الأشياء اللي كانت بتخاف منها، كان في حاجة مخوفاها، كانت في عندها قلق من شيء معين، هيزول هذه التوتر، هذا التوتر، وهتبقى إن شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة ليها هيكون عندها تقدم، وهيكون عندها نجاح في حياتها في الفترة القادمة ليها، وكمان هيكون عندها استقرار وعندها أمان أسري بأمر الله تعالى. طب عندنا بقى رؤية كل دوت اللي كان، لو شفنا الرؤية ديت وكانت الولادة طبيعية، لو المرأة شافت ان دي ولادة طبيعية، طب لو شافت في منامها الولادة القيصرية، هنا بتدل على ايه؟ رؤية الولادة القيصرية ما بتدلش على البشارة للمرأة المتزوجة، بتبقى هنا الرؤية غير محمودة ليها، لان هنا هو ممكن تشوف في رؤياها ان هي بتلد ولادة قيصرية، يعني هتشوف في الفترة القادمة ليها الكثير من المتاعب والمشاكل اللي هتشوفها في الفترة القادمة ليها، وعليها توخي الحذر لما تشوف هذه الرؤية، تاخد بالها لأن ممكن تصادفها مشكلة، والمشكلة دي هتكون كبيرة عليها، وهتعاني منها من متاعب ومن مشاق ليها كثيرة، وعليها توخي الحذر. طب لو شافت في منامها المرأة المتزوجة، لو شافت في منامها ان هي بتلد، بس الولادة كانت ميسرة وسهلة وكانت جميلة وبدون تعب، ولقت نفسها ان هي بتلد بسلاسة ويسر، ده هنا بيدل على ايه؟ هنا بيدل على بشارة ليها باستجابة الدعاء، وان هي لو كان بتدعو الله بأمنية هتتحقق هذه الأمنية، وان كمان هيكون عندها فرج قريب بأمر الله تعالى، وهتحصل على ما تتمناه من الله بأمر الله، ولو كانت بتعمل في عمل وظيفي هتحصل على ترقية بأمر الله تعالى. طب لو شافت في منامها ان هي بتلد، وشافت نزول دم مع الولادة، هنا بيدل على ايه؟ هنا بيدل ليها على الأحوال المادية بتاعتها، هتحصل على مال كثير بأمر الله، وهيكون في أرباح ليها في الفترة القادمة،
وهتلد، وان هي شافت نفسها ان هي بتلد وشافت دم، ده دليل على كثرة الأموال ليها في الفترة القادمة ليها بأمر الله تعالى. طيب لو شافت في منامها ان هي بتلد طفل، وشافت ان الطفل ده طفل شكله جميل جدا، هنا بيدل على ايه؟ هنا بيدل على انها كانت تعاني من ديون او هموم او مشاكل، وبالاكترية يعني اكتر حاجة ممكن كانت بتعاني من الديون وكثرة الديون عليها. هنا لما تشوف ان هي جابت ولد وولدت ولد والولد ده شكله جميل، ده بيدل على ان الاحوال المادية ليها سوف تتحسن بامر الله تعالى، وكمان هيكون معاها ما يكفيها من اموال لستر بيتها وقضاء ديونها بامر الله تعالى. طب لو شافت نفسها ان هي بتلد طفل وكان هنا الطفل شكله قبيح الشكل، يعني ما كانش شكله حلو، هنا بيدل على ان هي سوف تقع في مشكلة وعليها توخي الحذر من هذه الرؤية. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وارجو المشاركة، وياريت تتابعوا الفيديوهات وتشاركوا معايا برأيكم، واي حد عنده استفسار عن اي حلم يبعتولي في التعليقات وانا هفسره له، ولو اي حد عايزني ان انا اقول عن اي حلم افسر عنه ياريت تشاركوني، وانا ان شاء الله باذن الله هستجيب لاي حد فيكم يبعتلي في التعليقات. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وأرجو المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.